مستني ايه؟ مستني ايه؟ الملك صبر عليك كتير وسترك كتير وسامحك كتير وسابك كتير ويسر لك كتير وجدد لك كتير وأمهلك كتير وأمهلك كتير، بس لما يأخذ إن أخذه أليم على ذنبي شديد. ممكن قلبي يتغير بعد ما عملت كل الذنوب، شربت مخدرات وزنيت وسرقت واتفرجت على النت وعلى القنوات ومشيت مع بنات ورقصت وغنيت وسرقت ونهبت وقتلت، بعد كل ده ممكن ابقى انسان كويس ولي من اولياء الله الصالحين؟ ممكن. انت متاكد يا شيخ من الكلام ده؟ متاكد. يعني الكلام ده ممكن يحصل؟ انت شفته قبل كده؟ ايوه انا شفته. طب ازاي؟ اول هذه الشروط ان تندم على فعلك لهذه الذنوب والمعاصي. قال ابن القيم: الندم هو ركن التوبة الاعظم. ثانيا: ان تترك المعاصي والذنوب. ثالثا: ان تعمل صالحا وان كان الذنب متعلقا بحق من حقوق العباد، فاجتهد ان ترد هذا الحق ان استطعت، وكن على يقين بان الله جل وعلا يفرح بتوبتك ان تبت اليه، وهو الغني عن العالمين. اذكر فقط بآية وحديث بقول الله تبارك وتعالى في صفة عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الآيات. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أذنب عبد ذنبا فقال أي العبد: رب اغفر لي ذنبي. فقال الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب فقال: يا رب اغفر لي ذنبي. فقال الله جل وعلا: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب فقال: يا رب اغفر لي ذنبي. فقال الله جل وعلا: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. لكن لا يفتح لنا هذا الحديث وأمثاله باب الجرأة على الله، بل باب الرجاء في الله. من معاني التوبة، الإقلاع عن الذنب، الندم على ما فات، ده الحالة، العزم على عدم العودة، الإيمان، العمل الصالح. إن التائب منكسر القلب، غزير الدمع، حي المجتمع. التائب صادق العبارة، جم المشاعر، جياش الفؤاد، مشبوب الضمير. التائب، خالي من العجب. اللهم إني عبدك. قل معي: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر.
اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قول يا ابني ما بتقولش ليه ها؟ طب هتوب امتى؟ هتوب امتى بقى؟ يلا يا عمي خلصنا. الناس بتموت، وفرصة دلوقتي ان انت قادر تتوب، وعايز تتوب، وحابب تتوب، ممكن يطبع على القلب وما ترضاش تتوب. فرصتك اللي بقى دي ان رقي قلبك وقاعد ساعتين ان شاء الله نرجو ان تكون تنزلت فيهم رحمات، فالتوبة هتبقى مقبولة. يلا توب، بالله عليك توب، بستحلفك بالله توب. بكت عيني. دخل عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ فقال: يا رسول الله، بالباب شاب قد أحرق فؤادي وهو يبكي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أدخله علي. قال: فدخل وهو يبكي. فقال له رسول الله: ما يبكيك يا شاب؟ قال: يا رسول الله، أبكتني ذنوب كثيرة وخفت من جبار غضبان علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشركت بالله شيئا يا شاب؟ قال: لا. قال: أقتلت نفسا بغير حق؟ قال: لا. قال: فإن الله يغفر ذنبك ولو كان مثل السماوات السبع والأراضين السبع والجبال الرواسي. ولا طيت منك الرب.